شهد سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد إطلاق التجارب التشغيلية لجاهزية العمليات إلى مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي التي تساعد على ضمان توفير تجربة مثالية للمسافرين وفقا لأفضل المعايير والمقاييس الدولية. وقد اشتملت التجربة الأولى على اختبار الأنظمة الإلكترونية المتطورة في مناولة الأمتعة، والذي يطلع بمهمة حيوية في تشغيل مطار البحرين الدولي عبر أنظمة إلكترونية متطورة تنقل الأمتعة. وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين عن سعادته بنجاح أولى التجارب التمهيدية لاختبار جاهزية العمليات في مبنى المسافرين الجديد، متقدما بالشكر الجزيل لممثلي كافة الجهات لكل ما يبذلونه من جهود منذ إطلاق الدورات التدريبية التعريفية التي تنظمها شركة مطار البحرين بالتعاون مع شركة فرابورت إي جي لكافة الشركاء الاستراتيجيين والأطراف ذات العلاقة في مطار البحرين الدولي، مضيفا سعادته أن برنامج تحديث المطار تصل تكلفته إلى 1,100,000,000 دولار أمريكي، ويمثل أحد أضخم المشاريع التنموية وأهمها في تاريخ مملكة البحرين، إذ سيلعب دورا جوهريا في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لسمو رئيس الوزراء الموقر والدعم المستمر من قبل سمو ولي العهد، مؤكدا سعادته أن تحقيق هذا الهدف المهم يتوقف على نجاح منصة جاهزية العمليات، وعليه نتخذ وشركاءنا جميع التدابير اللازمة لضمان نجاحه. الحمد لله، اليوم بدأنا إطلاق تجارب تشغيلية لمبنى المسافرين الجديد للتأكد من أن كافة المعدات والأنظمة والأجهزة تكون تعمل بشكل المناسب حسب المقاييس والمستوى اللي احنا نحتاجه يكون خلال فتح المطار. طبعا في البداية أحب أني أشكر جميع الجهات سواء حكومية أو شركات خاصة اللي تعمل معنا على الإعداد لتشغيل المبنى الجديد لمطار البحرين الدولي، سواء كانوا طيران مدني، شركة المطار، وزارة الداخلية بكافة أجهزتها، الهجرة والجوازات، الجمارك، الأمن العام، الأمن الوطني، وأيضا الشركات اللي تعمل معنا في المطار مثل شركة خدمات باص، الإيرلاين أيضا، وبالذات شركة طيران الخليج وغيرها من الشركات. فجميعنا نعمل مع بعض للتأكد أن جميع هذه الأنظمة، فإحنا إن شاء الله خلال الشهر هذا الأكتوبر في الأسبوع الثالث راح نطلق حملة تسويقية كبيرة بحيث أنه ندعو المواطنين والمقيمين أنهم يشاركون ويتطوعون، أنهم يقومون بالعمل كأنهم مسافرين ويعطونا انطباعاتهم وأراهم حق المطار. طبعا بتبتدي هذه التجارب بالضبط في شهر ديسمبر، بيكونوا موجودين في المطار يقومون بالدور كأنهم مسافرين ويعطونا انطباعاتهم.